تمام؟ انت هون يا عديم الشرف. خلاص خلاص وقف، اتركني ارجع لورا. تعال اتركوا، ارجع لورا، اتركوا خلاص تركته. شوف نبضه بارك، بارك شوف نبضه، خلصنا. إلجي ولك ميت. وهي لحنا ميت، انتو جنيتوا شي؟ عملكم كنا مذنبين وكنا هنيك. انا مالي ذنب، وأنا مالي ذنب، ضربته بس ما قتلته. أنت اللي ضربته وأنت اللي قتلته للصبي. بعيد لك، أنتو مجانين، أنتو مجانين، ها أنتو مجانين، جاوبوني. خلص لحالة بقى، نحن الثلاثة قتلنا وفا، نحن الثلاثة. جمرة بتشكرك كتير. على شو علي؟ يعني على اللي صار وعلى قبل شوي، كنت مفكر ما بقى انبسط بحياتي بنو. أصلاً أنا يلي بدي أتشكرك. هلأ ألا ما تمرق لها شي تاكسي بالحالة، يعني هيك لازم. في شغلات بهالحياة بتصير وانت مانك مخطط لها، مثل اللي صار هلا، معناها كمان وفى سمموه بهي الطريقة اللطيفة. بس انا ما بنزل بنفس المطب، والطريق اللي مشي فيه اخي ما رح امشي فيه انا كمان. بارك شو عم يصير لك؟ شو عم يصير؟ بارك لك، شو عم تعمل؟ بارك هالبنت، هالبنت حبيبتي أنا، جمرة إلي. لا لا بارك، بارك ممكن تسمعني؟ بارك صدقني هو ما له سبب. أنت مين يا حشرة؟ ولك أنت مين لتتطور على أسيادك؟ أنت شو مفكر حالك؟ ولك أنا بيت لك وبتفنك مكان وفا. لك تقولوا لها شوي؟ ارجع لورا. لك أنت بحارة مين جاي تضرب مراجل؟ ولك ها؟ ارجعوا لعرب. ولك أنا بدفنك بأرضك. ولك انت كيف بتتجرأ وبتبوس على حبيبتي؟ لك كيف؟ فهمني بارك لو سمحت تسمعني. بارك اذا بتريد اسمعني شوي. ولك انت كيف بتبوس على حبيبتي؟ كيف بتتجرأ؟ لك احكي. ارجع لورا. عم اقول لك انا يلي بستو انا. انت اللي بستي؟ لا تدافعي عنه جمرة. أنا مالي عم دافع عن حدا بنوب، عم قلك أنا يلي بسته صدقني. ماني مصدقك، هالواطي أكيد هو اللي عمله. ولك بقيت لك أنا. بقيت لك. يلا يلا يلا، خد حبيبتك وروح من هون، يلا طلعوا من الحارة، يلا. يلا أمشي معي، خلص أمشي تمام. رح نتواجه يا علي، وإذا عندك عقل بكرة ما تجي على المدرسة، بكرة ما تجي على المدرسة. تمام خلص امشي. لك عالم اهلك يا حيوان، سكران وجاي يتمرجل علينا. شو لوين رايح؟ لوين رايح علي؟ وقف، ما بدك تشرح لنا اللي صار هلا؟ شو اللي بدك تفهميه زينو؟ المسكينة باستو، شو اللي مو مفهوم؟ المسكينة هي فهمناها، بس عم اسأل عن جرأتها الوقحة، يعني مشان الوحدة تعمل هيك شي المفروض الطرف الثاني كمان يكون عطية وش؟ يعني هي الشغلات ما بتصير بهي السهولة، عم بسأل من وين اجتها هي الجرأة؟ يا ربي صبرني. خلصنا زينو، خلصنا. بين كل هالهموم هذا اللي هامك؟ أنا همي وفى يا عرب.
أنا همي معروف للكل. لك هلا شو لسه عم تحكي؟ اسكت. وأنا شو مفكرة همي يا زينو؟ شو عم تحاولي تقولي؟ عم تعطيها وش كتير لهالبنت وأنا ما بدي تعطيها وش كل هالقد. شو كان بدكن يعني أعمل؟ فهموني زينو. ما أنا ناطرين منك تعمل شيء أخي، بس أنت واقف عم تطلع مثل الجاصة، كنت تضربه كفين على تمه لهداك الشجاع. الزلمة معه حق، وأنا لو شايف حبيبتي هيك ما بسكت. حكيك مزبوط. أنت كلامك مزبوط وأنت كلامك مزبوط وأنا الوحيدة اللي حمارة فيكن، ما هيك؟ صح زينو معك حق، بس أنا من يوم يومي الطريق اللي ببلش فيه ما برجع منه، ما بنسى وفاء بوسة صغيرة، وأنت أكتر حدا بيعرفني بهالقصة. تمام؟ تمام. بس ليك، إذا اللي قلته بتنساه وقتها رح أجي لعندك وذكرك. إيه ذكريني. تصبحوا على خير. هزال! هزال طلعي لبرا! هزال! هزال! لك هزال! طلعي يلا! طلعي! جاكري! هزال! لك انت شو عم تعمل هون؟ شو جابك جاكري؟ فهمني شو عم تعمل هون؟ لك انت شو؟ ضميرك ما عم يعذبك أبداً؟ أنا بهداك اليوم كرمال مين ضربته لوفا؟ قولي كرمال مين بهديك الليلة؟ جاكري شو عم تخبص هلأ؟ أنت شو عم تقول؟ تعال لعندي لشوف، ما عم تقدر توقف حتى على رجليك، روح من هون يلا. مالي رايح وبدنا نحكي، وما بروح على مكان قبل ما تحكي يلا. بلا سخافة جاكري، لهيك عائلتي ما بتعرف باللي صار، لا تفضحني، ما بدي اياهم يسمعوك بترجاك يلا امشي. تمام حلو كتير، خليهم كلهم يسمعوا. هي لا لا هي طلعوا لبرا. لك وقفي شوي استني، لو بتعرفوا هزار شو بدها تحكي لكم. طلعوا لبرا بترجاك جاكري بترجاك. اسكت. ما بدي اسكت هزار، وكنت فكري بهالشيء قبل ما تتخلصي من وفا بهديك الليلة. مالك مهرب، بدك تدفعي ثمن عمايلك. ولك اطلعوا طلعوا لعندي. طلعوا ولك اطلعوا طلعوا. مساء الخير يا شباب. خير؟ في مشكلة؟ كان في بس هلا بدنا نحلها خلص. مسا النور هزال، اجوا اخواتنا الشرطة تاي نحكي للشباب. رجع لورا. ما بيعرف شو عم يقول وانا ما بعرفه ابدا، كنت فايتة على البيت فجأة اجا وصار يضايقني. انت تعال معنا لنشوف. شو عم تقولي لك معلم؟ اتركني معنا. بس هزال هلك هي رفيتي بالمدرسة. هزال. انت ما فيك تروحي على مكان قبل ما تشرحي لي. انت ليش رحتي لهنيك؟ ليش رحتي؟ هو يلي اتصل فيكي، ليش رحتي؟ انت شو دخلك بارك؟ شو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ كيف يعني؟ شو عم يصير يا جمرة؟ شو عم يصير؟ حبيبتي انا شو إلا شغل عند هداك الشاب؟ انت شو كنت عم تعملي هنيك؟ فهميني؟ وشكلك وتيابك هدول انا ما عم افهم اي شيء. اي حبيبه هي، شوف انا سكتت هنيك مشان ما يكبر الموضوع، بس انا وياك خلص انفصلنا بارك، انفصلنا، ما بدي اياك، نحن خالصين، فهم بقى. جمرة بنتي شو عم بصير؟ بعدين هالفستان من وين جايبتي؟ بعرف ما عندك هيك قصص. جايبته من الحاوية، صار عندها رفقات جداد، شوفي كيف عملوها أميرة حي الفقراء. سكوت بارك، رح تخلق مشكلة جديدة. سكوت. حاوية شو ورفقات شو؟ جمرة بنتي شو الموضوع؟ جمرة صار عندها رفقات جداد خالي أيلة، وأنا عم دور عليها، كانت عم تتسلى وسهرانة مع الأولاد اللي دخلوا المدرسة بمنحة دراسية، والمفاجأة أنه طورت العلاقة مع اللي اسمه علي وكانوا عم يبوسوا بعض. سكوت بقى خلصنا. سكوت بارك، أنت شو عم تقول؟ جمرة مين هذا علي؟ أخذ منحة دراسية عنا. برافو جمرة، بس فهميني انت شو لك شغل مع ناس مانن من مستواكي؟ حتى وانا عم احكي عنن عم تتعب اعصابي. ما تقولي شي لكن ماما، ما تقولي شي، بعدين هي القصة ما حدا دخلوا فيها. لنقول ما دخلنا انا وايلا. اوكي طيب، وبارك ما بيقدر يسألك؟ لا ما بيقدر يسألني، لانه انا وبارك انفصلنا، وبعدين علي ماله اي ذنب، انا يلي بسته. حدا له عندي شي؟ برافو برافو، خليك عم تبهدلي حالك هيك، موقف بجنن عن جد. جمرة هالتصرف ما بليق فيكي على الإطلاق.
انت شوف التصرفات يلي ما بتلاقي فيك بالاول، وبعدين تعال عندي وحاسبني قد ما بدك. مين عمل فيك هيك هزال؟ ما عم تفهم يا جمرة، ما فيني اقول، ما رح تفهميني. بس في انسان مات لهالسبب وانت لساتك ساكتة. لا عاد تسكتي هزال، لو سمحتي لا عاد تسكتي. حليت مسألة الشرطة وبدنا ننسى هديك الليلة، وانت لازم تعملي اللي عليكي وما تخبري اي حدا شيء. وانا شو عامل وملايق فيني ما فهم؟ عن قريب بتفهم. بكفي جمرة، عيب بتحكي معه هيك. ما عم بحكي معه شي ماما، وما بدي شوف الاب ولا ابنه مرة تانية بهالبيت بنوب. تمام؟ سكري تمك وبوشك على غرفتك. فوتي. كينان، عن جد ماني عارفانه شو بدي اقول. بعتذر بالنيابه عنا. علي، شو صاير فيك؟ ماما ما فيني شي. ليك وشك مشان الله، كيف عم تقول ما في شي؟ شي مرة فوت على هالبيت ومالك عامل مشكلة؟ خناقة تانية ما هيك؟ لك يا ماما مشكلة صغيرة، خلص أنا منيح. علي خلص رح قلك. أنا وعم طلع جمرة بالتاكسي أجا واحد وصار بده يلطشها ويضايقها. ها قمت أنت أكيد علقت معه مو هيك؟ وقدام البنت كمان. لك مو حرام عليك؟ الله أعلم قديش بتكون خافت وبتكون طيرت عقلك. لا ماما، طلعت جمرة بالتاكسي وبعدين أنا هجمت على الزلمة لحالي. منيح لك، منيح فكرت بهاي والله. لك الحالة اللي انت فيها، تعا خليني غسلك. لا ماما ما في داعي، خلاص مو على كيفك. لك انا منيح. رح يزرق، شوف شو صاير فيك، لازم نحط عليه تلج. خليني فوت نام. لا تيبس راسك، عم قلك بكره عندك امتحان، شوف شو عامل بحالك. علي تعال. علي وانت ريح حالك اخي، ما حدا بيقدر يخليني ما أوفي بوعدي أو يخليني أرجع عن طريقي. بدنا نلاقي اللي قتلك. ما تاكل هم. بدنا نلاقي. شو هالمهزلة اللي ساويتيها؟ جمرة بس فهميني، شو مشكلتك مع كيلان؟ انت جنيتي شي؟ عم احكي معك، يلي ساويتيه هلا بدك تصلحيه الصبح، عم تفهمي علي ولا لا؟ بالاول بدك تعتذري من كينان وبعدين بدك تعتذري من بارك، سمعاني؟ رح تستني كتير. طلعي فيني. انت عم تدللي لانه بتعرفي انه بارك بيحبك، بس على هالنفسية الولد رح يطفش، ببساطة بيتركك وبيروح بيحب 100 وحدة غيرك. يا امي بالظاهر انا ما عم بقدر فهمك. انا يلي تركت بارك وانتهى، انفصلنا تمام؟ انفصلتوا؟ حبيبتي انت شو فاكرة حالك؟ قوليلي. تمام، انت حلوة وظريفة بس في مثلك مليون وحدة. بارك اول ما تفت لظهرك عنه بيلاقي 100 وحدة جديدة، وانت بترجعي على المزبلة اللي اجيتي منها لحالك. عم تفهمي علي؟ يلي عم تقولي عنا مزبلة مبسوطة فيها اكتر من هون. كيفك أحسن؟ ايه منيح، ماشي حالي. جاكري طمني، أمورك تمام؟ أوف، إجا أستاذي أوندار كمان مشان تكمل الجمعة العائلية. ريحتك واصلة لهون، ليش هيك مكتر بالمشروب؟ يعني في ريحة بس ليكون بده يعاقبني. مو وقته هالحكي هلأ، أنت سبيني على السيارة وأنا لاحق. أوندار لا، أنا اليوم بدي أبقى عند ماما، أنت بدك ترجع البيت لحالك بابا. آخر الأسبوع بتروح عند أمك، طلع على السيارة ولا تكتر كلام. ليك بابا،
أنا أنت ما بدي بضل عند ماما، مزبوط؟ يعني هاد حقي الطبيعي، وأنا بصراحة اليوم جاي على بالي إني أبقى عند ماما، وأنت ما فيك تاخذ هيك قرار عني. أنت عم تحكي عن أخذ القرارات يا ولد؟ بنص الليل جيت أخذك من المخفر مثل الزعران والحرمية، جيت أخذك من المخفر وأنت واقف على رجليك بالزور، وعم تحكي لي عن أخذ القرارات؟ طلع على السيارة واستناني وما تخليني أعصب. أوندار تمام تمام، اتركه يبقى عندي اليوم من غير شيء، ابني متضايق. يلا يا روحي انت طلع على السيارة ولحقتك. طيب ماشي رح نحكي. يلا يا روحي تصبح على خير. شو صاير معه للبيك؟ لشو المخافر بهالوقت؟ هزال رايح على بيت البنت بالليل، وقال للشرطة هزال بهديك الليلة ما كانت لحالة، وخليها تقول مين عم تحمي، وعم يقلن انها عم تكذب ومعيط ومصرخ. فهمني شو قصة هزال أوندار. صارت مشكلة بالمدرسة، وطبعا جاكري تأثر فيها، وهلا بس تاخدينها مشوي بفيه ان شاء الله ما في شي ابدا. تمام، وانت فيك تجي تعرف مو بهيك وضع، من الاحسن نحن الاثنين نكون جنبه لما تكبر المشكلة. ما في داعي ابدا نسرين، ابننا لا عمل حادث ولا انجرح، هو شربان مو اكتر ومزعوش، ومثل ما قلت لك بس فيه ما رح يكون في شي. تمام فيك تدقي لي بس الله يوفقك اذا في شي ضروري. روح لنشوف. اصلا بدك تلف وتدور وترجع لعندي. روح أوندار. هاي جمرة كمان تركتك، شو هالرجال اللي عندي على بنت ما قدر يحافظ. بدي صلح علاقتي بجمرة بابا. شو بدك تصلح؟ بس تغيرك عم تقول جمرة ما بتكون عملتها، هداك أزعر واطي. خليت أزعر شوارعجي ياخذ البنت منك. كسرت له أنفه وما رح يقرب عليها مرة تانية. كيف ما رح يقرب مرة تانية؟ يلي عملها مرة بيعملها غير مرة. بدك تدير بالك قبل ما الجراد يفوت عجنينتك، مو بعد ما يحاوطها كلها. بابا. شو بابا؟ خسرت البنت، انغلبت وانتهينا. انت لو أخذ مني شي لو هالقد ما كنت هيك، لو هالقد ما نك طالع لي، ما بيطلع لك حتى تقلدني. اشتح لك وحدة تانية غيرها. Tadın başka, tadın başka, sığmıyorsun ele avuca, delisin sen. Dilerim ki benle yaşa, bildiklerin ezber değil, yenisin sen. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben, unutup kendimi bir divaneye takıldım ben. Ayı eşikten dışarıda git gidersen, bu gönül senden çoktan razı nasıl istersen. Gözlerinle söylenmemiş sözlerinle sırsın sen. Hiç
hiç oyunsuz, sorunsuz. Ne bir eksik ne bir fazla canımsın sen. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben? Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben. Ayığı eşikten dışarıda git gidersen, bu gönül senden çoktan razı, nasıl istersen. وفا دلني على الطريق بقي شوي للاقي اللي قتلك، بس ما عم بعرف من وين بدي بلش. قلي مين اللي سوا هيك؟ وفا بترجاك تقلي ما تسكت. وفا ما تسكت بترجاك، بس اعطيني اسم. جاكري ولا إلجي ولا هدول بيفقدوا التوازن. طيب بارك هو اللي قتلك؟ ما نجحت، كل هدول غلط، ما في توازن، هي ما بتطير هيك. هزال لا تكون هي ولا هي. على كل حال يلا خليها لغير مرة. جمرة جمرة ما هي؟ قلبك يا علي، قلبك عم يدق بسرعة كبيرة. بالأول سكتوا. يا أخي قلبي ما عم يدق على الفاضي، عم يدق من الحقد والغضب والحيرة. عم يحاولوا يخلوني أفقد توازني، بس ما رح أفقده ولا ممكن أفقده. أنت ما بتفقده، هاي بعرفها، بس إذا الريح حبت بالمقلوب شو رح تعمل وقتها؟ أنا ما بخاف يا أخي، الريح تهب مثل ما بدها. خاف يا علي؟ وإذا كان نهايته الموت؟ لك يلا عرب، جيت جيت. يلا ماما بس تشوفني هيك رح تجن علي. رح تكون فخورة فيك، فخورة. اوه خير يا شباب، شو هالرتابة هي كلها؟ لوين؟ لعند أمي، بدنا نزورها. وأنت تعال معنا أخي. أنت عملت شاي؟ ما عملت يا ابني. ليش ما عملت شاي لهلأ؟ بدي روح على القارب، قلت باكل لقمتين، صاير مو نفعان لشي. يا ابني أمور بابا. شو رأيك توصلنا؟ وبما أنك رح تروح بتفوت وبتشوفها معنا. يا ابني مرة وعشر سنين، أمك اشتاقت تشوف وشك. المسكينة عم تواسي حالها بصورها. ما في مشكلة بابا، مو مشكلة، منزيد عليهم عشر سنين تانية. يلا بخاطرك اتركوا أبي، منلاقي لنا شي حجة.
أهلا وسهلا يا بيك. كنت رح أجي مشان أخده. لا مو مشكلة، بكفي إنك ما تضغط عليه كتير. وأنا أجيت لحضر الفطور وجبت لك من الغريبة اللي بتحبها، كنت بزمانك. لا ما في داعي، بس نروح على المدرسة بفطر أنا وجاكري. في شي تاني؟ بنوم. حلو، شكرا لأنك جبتين سرين. شو الأخبار يا بيك؟ قدرت ترجع لوعيك؟ عود بدنا نحكي شوي. بدي روح، بتأخر عن المدرسة. لا ما بتتأخر عود، منروح مع بعضنا. رجع. أنا ملاحظ عليك قديش زعلان وقديش عم تتعذب، بس باتهامك لنفسك وبدقك لباب هزال بتعرف إنه ما فيك تغير أي شيء، ما هيك؟ ومتأكد إنه هزال مثلكن مقهورة وموجوعة. ليك البنت مرعوبة لدرجة إنها ما عم تقول مين اللي عمل معها هيك بهديك الليلة، بس هذا ما بيعني إنه هزال ما عم تتعذب وزعلانة مثلكن وما عم تتهم حالها، بالعكس عم تتهم حالة أكتر منكن. ايه أكيد بابا، متأكد إن عم تتهم حالة. جاكري تعال عود هون، لسه ما خلص كلام نعود. حط عقلك براسك بقى. ليك انت ما عملت شي غلط، واللي صار مع وفا بهديك الليلة انت مالك ذنب فيه بنوب. مين ما كان رح يتصرف مثلك، حتى لو أنا بدالك رح أتصرف بنفس الطريقة. انت ما عندك خبر بأي شي بخص هديك الليلة، ما بتعرف أي شي. جاكري قلي انت بتعرف شي انا ما بعرفه؟ هديك الليلة غير انكم ضربتوا وفا صار اي شي تاني؟ ليك فيك تحكي لي كل شي. جاكري انتو شنيتوا شي؟ عملكم كنا مذنبين وكنا هنيك. انا مالي ذنب. وأنا مالي ذنب، ضربته بس ما قتلته. أنت اللي ضربته وأنت اللي قتلته الصبح. وفا مات بسببنا نحن، نحن تكاترنا عليه ونحن المسؤولين عن قتله، تمام؟ ولهيك بابا أصحك، أصحك مرة تانية تقلي ما تتهم حالك بابا. المدير كل شهر بينيم مبلغ بحسابه بشكل منتظم. بالأول المبالغ كانت صغيرة، بس بعدين الأرقام صارت تزيد أكتر وأكتر، وموجود بالملف عندك مبالغ آخر 3 سنين. يعني طول ال3 سنين الماضين ضحك على الكل ونيمهم ونحن مأمنين على المدرسة بهيك واحد؟ حلال على هالمدير. شو عليه؟ من رجعن وفوقن حبة مسك كمان. ليكي هالكذابة، مو خجلانة تجي على المدرسة؟ ما بعرف بأي عين لسه عم تجي. العامة بقلبها شو وقحة؟ يا كذابة ما عندها خجل. ما بتستحي تجي على المدرسة بعد كل شي صار. صباح الخير يا ريس. صباح النور. كيفك علوش؟ لك وينك انت؟ جيتك اخي، جيت. تعال هون. اخ شو عم تعمل انت؟ اخي امي وصلتني بوسك. اليوم يوم الزيارة؟ وصلت لها سلامي؟ عيب ولو، طبعا وصل. منيحة هي؟ الف الحمد لله، كتير منيحة. ايه الحمد لله. وزينو؟ ليش ما اجيتوا مع بعض؟
لا فكرتها معك مساك حاكيها اتصل فيها خلينا نعرف وين أراضي. شو انا عم اشتغل عندك اتصل فيها انت اتصل فيها انت شو خسران زينو وينك لهلا ليكني علي اجيت جوعانين علي علي قولي لي جمرة لو سمحت فينا نحكي شوي شو سهلة تضربني ولا هيك كل واحد بيضرب الثاني برو لازم نحن نلعب هاي اللعبة مع بعضنا كتير بتسلي لك لا تخليني بلش بلعبتك لك انت شو عم تعمل الحياة مستمرة بالنسبة لكم ما هيك ولا كأنكم عاملين شي لك جاكري انت شو عم تخبص قلي هزال بهديك الليلة كذبت علينا ما عندك فضول تعرف مع مين كانت ولا ما بيلفت انتباه غير اللعب جاكري شو الاخبار شو بدها تكون يا برو شاغل حالي بتصرفات هالمراهق هاد مفكر نحن ما عنا فضول نعرف مين كان جنب هزال هديك الليلة ايه بلا عنا فضول عنا بس جواب هالسؤال ما له عنا طيب وحضرتك اتدخلت لتاخد الجواب من هزال يا بارك حاولت بس البنت ما عم تحكي شو ساوي اخنقة وبعدين اذا عرفت شو رح يتغير يا جاكري ما رح تفرق هالشي ما رح يغير حقيقة انك قتلت وفا الحقيقة احيانا بتكون صعبة وبرأيي لهالسبب انت ريح حالك وغسل ايديك ووشك وتفتل وخود نفس وما تطول السيرة عشان ما نزعج حالنا تمام حدا شاف جمرة ما شفتها برو اوكي عم تتوجع مو؟ لا تمام روى أنا بعتذر منك شو المناسبة؟ علي صار مبارح ما تواخذني حطيتك بموقف غريب ومو حلو ووجعت لك راسك انسي عادي مو قصة ما بينحكى فيها علي أنت زعلان مني؟ جمرة ليش بدي أزعل منك شو أنا ولا؟ عادي بتصير هيك شغلات وأحيانا الواحد ما بيعرف ليش هيك عم يعمل خلص إيمية من بالك يعني بوستي بالنسبة لإلك سهوة وولدنة؟ جمرة لوين بدك توصلي؟ شو متوقع أني إلك مثلا؟ تمام قلتلك ما في مشكلة خلصنا تمام معناتها مرة تانية بعتذر منك ما تعتذري مني خلص حاج تعتذري روح اعتذري من حبيبك هو أولى الزلمة معه حق لا معه حق ولا أي شيء شلون ما معه حق لك جمرة؟ حطي حالك بدل بارك تخيلي عم يبوس بنت صار له بيعرفها يومين بعدين هو حبيبك بالنهاية بارك ما عاد حبيبي سمعان ونحن أساسا كنا منفصلين يعني الأصح أنا يلي انفصلت عنه تمام يعني طبعا هالشي أكيد ما له حجة على أني بوس شخص تعرفت عليه قبل يومين بس خلص ما تفكر بالموضوع كتير هي سهوة وما عاد تنهى أنا ماني مفكر بشي بنو منيح بعدين ما في داعي نكبر الموضوع أنا تصرفت بسخافة وأصلا ندمان كتير على اللي عملته منيح لكان خليني اتركك مع سخافتك وندمك لحالك شكرا اهلين واذا اعطيتك امل بعتذر عليك كمان علي ما فهمت عليكي يعني ما تفهمني غلط وتفكر انه في بيناتنا شي عاطفي مين قال لك مفكر بهالشي ليكي جمرة صدقيني بوستك معنتي 1% انا اجيت على هالمدرسه وفي موال براسي وفا وما بريته من رفيقتك عملتها وما رح لاقي اللي قتل اخي رح لاقيه وبعدين بدي روح وانقلع وما بقى تشوفي وشي بنو لهيك مالي بمسلسل الرومانسية اللي عم تعملي تمام ولو ما بستيني كان احسن بس شو بدي ساوي خلص بستيني وانا ما بحط هالشغلات كلها ببالي تمام منيح ايه منيح يعني نحن صريحين ايه طبعا صريحين كتير ارتحت حلو ايه حلو فوق ما بتتصور اوكي لسه في شي تاني لا الله ييسر لك ايه بسيطة ايوه يا شباب مثل ما بتعرفوا بأول امتحان للمنحة متوقعين انكم تنقلتوا وغشيتوا ومشان نثبت انه توقعنا صح او غلط بدنا نرجع نكرر الامتحان هلأ اخترنا من كل قسم 10 أسئلة مختلفة عن بعضها بدكم تجاوبوا على هدول الأسئلة كلامي مفهوم؟ لا تأكل همنا أستاذ بإذن الله ما في شي بيصعب علينا هلأ بيبين الامتحان بلش
جمرة شو صار؟ حاسك كمان منزوع مرائق؟ حبيبتي. حبيبتك؟ حبيبة شو؟ انت عم تمزح مو هيك؟ عم تسبحي بالمي الغلط يا جامرة، وعم تسقي بالأشخاص الغلط كمان. تمام، ومع هيك أنا رح كون جنبك، وبس توعي كمان أنا رح مدلك إيدي وساعدك. تمام، أنت غلط، بس رح سامحك يا روحي، مو مشكلة. لك مين أنت؟ مين أنت لحتى تسامحني؟ ومين طلب أنك تسامحني؟ اللي عم يساوي أنه عم يستغلك، عم يستغلك صدقيني، وعم يحاول يوقعنا ببعض. فتحي عيونك وشوفي فيهم. تعرف أني فتحت عيوني عن جديد واكتشفت أنك كثير بتشبه أبوك. ما في حدا غيرك عامل لي فولو. طبعا ما حدا له مصلحة يتابع وحدة مثلي. اي الصفلو، انا ماني متعاطلة على حدا اصلا. معناتها انت كمان قولي الحقيقة، مالك مضطرة تعيشي هيك شيء ابدا هزال. يا ريت تكون بهالسهولة يا جمرة، وانت يا ريت ما تحاولي تخليني احكي لانه على الفاضي. كان في حكمة قديمة بتقول كل ما عرفت القليل كل ما بيكون أحسن، وأكيد هالشي صح. برأيي أحسن شي ما ننزع مرقنا بقصتي. هزال، أنا بعرف مين هو يلي تهجم عليك هداك اليوم. كان عمو كنان مو هيك؟ بارح شفت الرسالة اللي وصلتك منه. تمام، أنا جنبك، ما في داعي للخوف بنوب. هداك الرجال ما بيقدر يعمل لك أي شيء. وبعدين اتركي خليه هو ينتزع مراقه شوي، خلي الكل يشوف مين هو الكذاب الحقيقي هلأ، مو هيك؟ أنا بدي روح أخذ شنطايتي وبعدين منروح أنا وياكي على الشرطة. تمام؟ جمرة بس. تمام، كل شي رح يصير أحلى، وثقي فيني. هداك الرجال رح يتعاقب على اللي سوا، وما حيقرب على حدا مرة تانية. وين المدير العام؟ بظن إنه لاحظ إنه إلنا كم أسبوع عم ندقق بالملفات، ومفضي بيته كمان، ما بنعرف وينه. طيب وإنتو شو ناطرين؟ يلا خلصونا بأسرع وقت. إذا ما في شيء مهم بنحكي بعدين، ما عندي وقت. في شيء مهم كتير، والمشكلة بتخصنا نحن الاثنين. ما فهمت شو قصدك؟ جمرة مفكرة إنه أنت اللي تهجمت علي هداك اليوم. من وين طلعت بهالسخافة؟ أنت قلتي شيء لجمرة يعني؟ لا طبعاً ما قلت لها شيء أبداً. إيه؟ شافت الرسالة اللي بعثت لي إياها مبارح، وأنا بتعرف ما عم أحكي، فهي بعدين ربطت الأحداث ببعضها وهيك استنتجت. يمكن الأحسن إنه نحكي الحقيقة، وبهالحالة أنت كمان ما بتشك فيك بنوب. اصحك اصحكها، ما بتفتحي تمك ولا بحرف. بدنا نفكر ونلاقي لنا حل. صحيح، انت ما عندك فضول ابدا، لا يعني، وما سألتني ابدا مين بيكون الشاب، وما أصرت انك تعرف حتى، لتكون ما بدك تعرف من هالأسعار الموجود بيناتنا هون، او ممكن انه تكون بتعرف. جمرة لوين؟ شو عم يصير لوين؟
يلا خلينا نروح. جمرة لوين رايحين؟ يلا بارك على الصف، يلا يا أولاد على الصفوف، يلا يلا فضولي الكريدور. شو طلعوا خالي داريا؟ يلي بتحبهم بدهم 5 دقايق بس. أنت كأنك تأخرت على المدرسة مو؟ أول حصتين رياضة. إيه؟ ورياضة ما تعتبر درس يعني؟ معلم عثمان؟ أنت منيح؟ خير شو هاد؟ هاي حلاوة ابني وفا. اليوم صار له أسبوع وعملت حلاوة عن روحه. إيه منيح. بس صار له أكتر من هيك. تمام فريد، تمام. الله يتقبل منك معلم عثمان. تعال أنت خد شوكي وكله وترحم عليه. تعال خد شوكي يا روحي. بدي وزع للكل، وهلأ بدي أعمل طنجرة كبيرة. الله يتقبل. معلم عثمان أنت اللي بقى تعمل شي، أنا بعمل له حلاوة. تمام. شو مو طيبة؟ لا طيبة كتير، بس حاطت ملح بدل السكر، يعني طعمي غريبة شوي. وفا بيحب المالح لأنه فريد توجعك معدتك شوي شوي. أنا بحب المالح خالي داريا، لو في 10 صحون كمان باكلهم. لكان أنا بعمل لك، ووفا أنا كمان كنت أعمل له. عميل عمو عثمان عميل، لا تخاف أنا باكلهم، يعني طمن ما في شي بينكب. لكن أنا رح أخذ هذا. لا لكان أنا رح أعمل أكتر، فريد رح يرجع من المدرسة وأكيد بيجي جوعان. أنا خليه. معلم عثمان أنت يا ريت ما تلعب جرة الغاز بس كتير. ها شو ناوي يا جمرة؟ نحن بالشرطة، وهزال عم تبلغ عن الشخص يلي تهجم عليها بهديك الليلة. بارك اترك التليفون. لشو عم تتصل؟ ما وصلتك رسالتي يعني؟ أنا عرفت بكل شي صار بارك، وبعد شوي الكل رح يعرف مين هو. اسمعيني جمرة، أنا رح فهمك كل شي. تمام أنا رح فهمك، بس طولي بالك. اسمعيني أستاذ، ممكن تعطيني التليفون؟ بعد ما يخلص الدرس بتاخد التليفون. ايه يا أولاد الكل يركز بالشرح، ما رح عيد. شبك شو صاير معك؟ أرجوفي ساويتي الصح هزال، وآسفة لأني ما لاحظت كل هالمدة كان عم يضحك علينا، بس هلأ رح يتعاقب على اللي سوا، عاي اللي عمله فيكي وعاي اللي عمله بوفا كمان. يا أولاد آخر 15 دقيقة، استغلوا الوقت كتير منيح وراجعوا الأجوبة أكتر من مرة، هالامتحان ما رح يتكرر، يا ريت تنتبهوا. يلا عرب شو عم يصير معك؟ متوتر لك، نسيت كل شي. عرب خفف توتر، فيك تعملها. شو بدي اعمل فيها؟ شو اعمل؟ باقي 15 دقيقة. شو السلام رح اشوف نفس. انا مالي قد اخي. شو عم يصير يا اولاد؟ اقعدوا تتحركوا من مكانكم.
كل واحد يقعد مطرحه. هزال قالت مين اللي تهجم عليها ذاك اليوم؟ والشرطة ليك جاي لهون؟ مين بعت رسالة؟ ما بعرف والله. لعمو طلع المدير؟ بارك؟ لوين؟ راجع، بدي روح وعارف مين هو. تمام، استنى خلينا نعرف مع بعض مين هو هالوضع. بارك؟ لوين ابني؟ عود مطرحك. شاكري انت كمان. يلا يا أولاد كل واحد على مطرحه، درسنا اليوم مهم كتير. يلا يا أولاد، كيف الأمور؟ في أي مشكلة؟ والله أنا نسيت كل شيء. لا تقول يا ابني، مو درستك بإيدي. يلا يلا أسرع أسرع. خود. لك شو عم تعمل؟ شو بدك تروح حالك؟ لك سكوت، اللي بيصير عليك بيصير علي لك أخي. تذكر شو قال وفا، فهمت؟ بسرعة، ما ضل عندكم وقت كتير، بسرعة. أستاذ محمود، يا أولاد، حتى لو دق جرس البريك خلينا نترك الأولاد بالصف. ماشي أستاذ. يعطيك العافية. بابا، مين إجت تاخد الشرطة؟ أنتوا ركزوا بدروسكم وبس يا طلاب. يعطيك العافية أستاذ. أهلين، الله يعافي. الكمبيوترات والوراق والنواط، فتشوا كل شيء الشباب واحد واحد، وحطينا حساب البنك تحت المراقبة كمان، وإذا وصلنا لأي شيء رح نخبرك. شكرا لجهودكم، ثقتنا فيكم كبيرة. ها هزال صرتي أحسن؟ تعي بنتي تعي لنشوف. سياد خبر عيلتك وعطاهن المعلومات وبعد شوي بيكونوا هون، إذا بدك أنا بحكي معهن قبلك. أوكي عمو كينان، نحن فينا نحكي شوي؟ طبعا بنتي. الله يسلم ايدك. صحيح انت ما عندك فضول ابدا؟ لا يعني، وما سألتني ابدا مين بيكون الشاب. لا تكون ما بدك تعرف من هالأسعار الموجود بيناتنا هون، او ممكن انه تكون بتعرف. انت لوين بدك توصلي؟ شو بدك قولي؟ يعني بنت صبية بعمري شو ممكن تطلب مثلا؟ شغلات بسيطة كتير، يعني شوية مصاري تخليني صير مثل رفقاتي، ثياب، تليفون جديد، إجازة برات البلد، يعني شغلات صغيرة وبسيطة. طيب ماشي، منقول نفذنا طلباتك هاي. فكرك ما حد رح يسألك أي سؤال؟ بالنهاية الكل عم يدور على متهم وضحية ورا. مين بدك تقولي؟ هاي بقى عليك انت كينان بيك. استنى شوي، اذا بتقول انه ما فيك تلاقي، انا عندي اسم جاهز لهالقصة وهو المتهم الحقيقي. شو رأيك ببارك؟ مثل ما حكينا، بارك ما رح يعرف بهالاتفاق، ولا انه انا دريت وعرفت بهالوضع.
شو هالخبرية هي؟ ما عم صدق. يعني معقول هو يعني عم خبرية؟ شفت ما بدها القصة كلها قد لك عطرت شو كثير سهلة. ايه سهلة. شفتي؟ طبعا. لازم يعاقبوه والله. شو عم يقولوا هدول؟ ما فهمت شي. يعني بهديك الليلة المدير اللي حاول يغتصب هزار؟ سمعتوا آخر خبرية؟ حزروا شو صار؟ المدير طلع واحد أزعر. وكيف انكشف طيب؟ هزار راحت وخبرت الشرطة. أوف هلأ الوضع رح يتكركب كتير. يعني ما بعرف إذا اللي فهمته صح، بهالحالة اللي قتل وفا المدير مزبوط؟ ما بعرف، بجوز هالقصة كلها لعبة وواحد من عديمي الشرف قتل وفا. هزار انت شو عم تعملي؟ شو عم تعملي فهميني؟ شو علاقة المدير؟ شو علاقته؟ شوفي لا تكون بدك بلغ عنك مثلا. انقذتك مرة تانية بفضلي، وهلأ اسمعني منيح، بدي حياتي القديمة ورفقاتي كمان، واهم شي ترجع لي كرامتي طبعا، وهالشي طبعا عليك انت. ما بعرف كيف رح تعملها، بس الاحسن انك تبلش من هلأ. معناتها أنت فكرتي أنه أنا اللي تهجمت على هزال ما هيك؟ ولهالسبب لمحتي لي بكلامك؟ مع الأسف لما أنا أصريت على هزال وما حكيت شي وفوقها أنا شفت رسالتك، ربطت الأحداث كلها بطريقة سخيفة. مرة تانية بعتذر، أنا عن جد كتير خجلانة من يلي ساويته عمه، حتى أنه ما لي قدرانة أطلع بوشك من الخجل. ما في داعي للخجل بنوب، بالنهاية أنت حاولت تحمي صديقتك، بالعكس هذا شي بيدعي للفخر. ويمكن لو ما حرضتي هزال كانت لهلأ رح تضل ساكتة، لهيك اعتذارك مقبول بنتي. ماما؟ جمرة؟ أنا خبرتها، وأساساً أنت تعبت كتير فروحي على البيت وارتاحي. يلا أستاذ. شو قصة المدير؟ والله ما بعرف غير اللي بتعرفوه أنتو، بس الشرطة عم تدور على الفاعل. لكان ادعي ما نلاقيه نحن قبل الشرطة أستاذ. أنتو شو مفكرين حالكن؟ عاملين فيها عصابة؟ اسمع، ممنوع تتدخل بهالموضوع علي، خلي الشرطة تشتغل شغلها. يا ابني تعال تعال لعندي تعال. أستاذ ما تعمل هيك، بدك تقعدنا مع هدول على نفس الطاولة؟ كيف يعني ما تعمل هيك؟ صار الوقت تتصالحوا مع بعض، وإذا جاوبتوا كل الأجوبة صح مثل ما بدي تماماً وأكتر، فأكيد رح تضلوا عم تدرسوا بهي المدرسة، مزبوط؟ ورح تضلوا عم تدرسوا لسنوات طويلة مع هالولاد. استنوني هون راجع يا أولاد. أنا ما قلت لكم تعالوا؟ ليش كلامي مع مين سمع؟ أستاذ لو سمحت ما تعمل هيك، نحن شو لنا شغل على طاولتهم؟ يا ابني أنا ما عم قلكم صيروا رفقات الروح بالروح، بس العداوة لازم تنتهي. ما تواخذني، بس أنا مالي شغل مع هدول. جاكري مو جاية معنا؟ تعال هون عملك تعال. يا أولاد الكرسي فاضي؟ ايه استاذ.
هلا بارك وإلجي عندهم وظائف بدهم يحلوها سوا، بس جاكري ما عنده، ولهيك جبت ابني تتصالحوا. برأيي هي بداية موفقة. جاكري علي أهلين فيه. ايه صحيح، بس شو نعمل؟ الرجال هربان ورايح، وسألت بابا كمان ما بيعرف شي غير اللي منعرفه نحنا. شباب شو نعمل؟ نسأل عمو كنان عنه؟ سأل رفقاتك بيعرفوا أحسن منا نحنا. ومين رفقاتي بالله؟ البيست فريند صار هلأ علي. لك شو عم تقولوا؟ لك مجنون؟ مين البيست فريند؟ اليوم كنت مقرب منه كتير، هيك قصده. ويا ترى اعتذرت منه كمان؟ ركعت تحت رجليه وقلت له سامحني برو. ليك ما تخليني مد ايدي عليك. يلا جرب يلا. تمام تمام تمام، بلا سخافة. يلا عود جاكري، عود. يلا عود لشوف بعده. تمام، خلونا نروح. نهرنا كتير، بس صار الوقت نطلع هديك الليلة من عقلنا. تمام، ولازم يكون ايد وحدة ونرجع شلة مثل زمان، انت وانا وإلجي وجمرة وهزال. هزال؟ بظن قلت الاسم بس لأنك متعود تحكي. هزال معنا بالجروب. ليش ضل شي اسمه جروب؟ رح يبقى يا جاكري، رح يبقى ولازم يبقى. أنا ما بفهم بهزال وغيره، ما بدي شوف وشة مرة تانية. ليك البنت خافت كتير، والرجال بعمر أبوه، واحتمال كبير أنه هددها، ومين بيعرف لسه شو صار ونحن ما منعرفه. بدك يانا نكبر فئتنا برا الجروب ببساطة؟ البنت اللي عم تقول عنا رفيقتنا وحدة منا خلتنا نقتل. بكفي، مرقوا كم شهر، سكوت بقى، سكوت وانسى هالكلمة. لك أخي ما عم تروح من راسي، ما عم تروح. وأنا شو دخلني برو؟ عمل رياضة أو سباح، شراب أو سكار، ما بيهمني، بس انسى هالكلمة بقى. بالضبط برو، نحنا ما قتلنا، وكانت حادثة، ذكر حالك بهالشي، ونحنا أساسا ما كنا ناويين نقتله، ولهيك أنت كمان لازم تكمل حياتك. وهداك الشاب هو وشلة الزعران تبعه ما بقى يزعجونا. يعني الشي الوحيد اللي لازم تساويه إنك تكمل حياتك، وبرأيي فيك تعملها. أنا ما عم بقدر كفي بارك، رح موت من عذاب الضمير، ما عم بقدر. كلنا عم نعيش بنفس الحالة وبنفس الوضع، بس نحن ما عم نذكر بعض كل شوي بالشي اللي صار جاكري، ما عم نخلق مشكلة طول الوقت هون وهنيك. طيب تمام، ما عم تقدر تتخلص من هالمرحلة وتتأقلم، لكن ضل عنا حل واحد بس. هلأ منحمل حالنا كلنا ومنروح لعند الشرطة، ومنحكي كل شي صار حرف حرف بهديك الليلة. يا شباب ما كتير تصفنا، انتوا رفقاتي ومثل اخواتي، وإذا كان هذا الحل الوحيد أنا مستعد. إيه، إذا أنت وجاكري مستعدين تفوتوا على السجن، أنا كمان مستعد. قرار عندك برو. أنتوا عم تحكوا عن جد؟ يعني بتعملوها مثلا؟ يلا قوموا خلونا نروح. طيب طيب خلص، اعدوا اعدوا، اهدوا شوي اهدوا. أنا إلي كم يوم ما عم بعرف فكر منيح. وشو بدنا نعمل بموضوع هزال؟ بدنا نرجع ندخلها بيناتنا؟ هذا اللي رح نعمله. انت بتعرف انه نحن ما منترك بعض بنص الطريق، وهالكلام بيشمل هزال. هزال خانو، كنان بيك طلب مني اعطيك هذا الظرف. علي. ايه عمو قلي. اتطلع اتطلع، هديك البنت انقذت كل هدول. هديك البنت الحلوة طلعت اغراض ابني. شو كان اسمها؟ شو كان اسمها؟ جمرة، عمو عثمان جمرة. جمرة انقذت الكل.
وخلينا نعطيها ميدالية كمان لجمرة خانم. خلينا نعطيها. علي خد لها ميدالية. عمي نحن تقريبا ضبينا الغراض، بكرة بيجي أنا وعرب ومنحل موضوع لدهان، ما تاكلهم تمام؟ بدنا ندهن غرفة وفا بالأخضر، ابني وفا بيحب اللون الأخضر. مندهنة عمي مندهنة، مو هيك عرب؟ طيب بدنا نشوف الميدالية. طيب أم عثمان انتبه. انتبه على مهلك. عمهلك عمهلك على مهلك. يلا حطها. بدي لكم شي، عشنا كل هاي الأحداث وافتروا على وفا، وهي اللي اسمها زال طلعت بريئة باعتراف واحد، يعني عن جد نيالة. كلامك صح، بس كانوا مسكرين الملف على أنه انتحار، وهلأ رح تصير قضية جريمة قتل، وأكيد رح تتعاقب البنت اللي اسمها هازال. رح تتعاقب معي؟ إيه؟ علي علي شو؟ عم نحكي عن الملف، رح يتحول لملف جريمة ما هي؟ شو بيعرفني؟ المدير بس متهجم على هازال، وممكن يكون القاتل واحد ثاني. الباقي الشرطة بتكشفه يا علي، قلنا رفينا وفا ما انتحر وما تركنا باب ما دقينا وما حدا سمع صوتنا، وبعد هلأ مثل ما نكون شايفين يعني ما ضل عنا شي نساوي، والحقيقة رح تظهر هلأ ولا بعدين. تفضل. فاضية؟ مالي فاضية، اطلع لبرا. تمام، بس انشغل بالي عليك، بدي روح، ما تتوتر. شفتني؟ لكني كتير منيحة، يلا اطلع. معقول رميتيهم بالزبالة؟ انت معتبرة انه ما عشنا هالأوقات؟ على الأقل كنت احترمي الماضي تبعنا. ولا لحظة من يلي عشتهم إلا معنى عندي مع واحد ما بيحترمني بنوب. شو صار فجأة يا جمرة؟ أنا شو عملت؟ بارك أنا خسرت احترامي لحالي وثقتي بحالي، خسرت كل شيء. وبرأيك أنا المسؤول عنهم؟ قبل هلأ إيه، بس صدقني بعد هلأ إذا بستمر بعلاقتي معك رح كون أنا المسؤولة الوحيدة. تمام خلص مثل ما بدك، من بعد هلأ كل شيء رح يصير على كيفك، وأنا ما رح كون بحياتك. واستمري مع البنت الحرة اللي جواتك. شو بدي قلك، الشباب بالكافيه، انتي جيبي هازال وتعالي، خلينا نعمل له مفاجأة. انت عن جد عم تحكي؟ جد، كان صعب علي اقناع الشباب بس حليت القصة. المهم جيبي هازال وتعالي بشوفك. علي الحمش. أخي بلال. أهلين بالريس. وينك أنت يا بيك؟ من الصبح عم دور عليك. هون بالحارة عم بتفتل. خير خير. مسيك. شو ها؟ هذا آخر موديل. شو بدي أعمل فيه أنا؟ حط كرتك وشغله يا أخي. شبك؟ ما بقدر أدفع لك حقه. ولبدب مين طلب منك حقه؟ لا ما فيني أقبل هيك هدية، ما بقدر. علي ما قدرت تلاقي تليفونك، اعتبره هذا هدية مني. تمام؟ أخي أنت شو دخلك؟ عم تصرف مثل أخ كبير، ما تخليني ضوج عليك. ليك التليفون لألك، خلص نقطة انتهى، فهمت؟ أخي ما فيني أقبله، عم قلك والله. يلا 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 أخي اضرب شو نقاء. أخي ويا ترى أعزب مين؟ الأستاذ اللي رح يجي على العشاء المساء. ابنه للأستاذ بنفس المدرسة مع أولادنا. ما سألتك إذا عنده ولد، سألتك أعزب شي، يعني ممكن يكون مطلق أو حتى أرمل. ما سألته ولا رح أسأله، ما بيهمني، لأنه الأولاد نجحوا بالامتحان بفضله، وهذا عشاء شكر يعني. إيه المساء بيبين.
إذا ما إجا مع مرته معناتها أعزب. علي حبيبي إجيت؟ لا لساتني على الطريق. مهضوم، وأي ساعة جايين؟ مين؟ شو مين؟ لك مو عازمين الأستاذ أوندار على العشاء؟ يي أمي والله نسيت موضوع العزيمة. أي طبيعي، لأنه عقلك مو معك. برافو عليك ابني، برافو عليك. جبت لك 3 كيلو خالة؟ قلت لك كيليين. أنا فكرت 3 والله. ومين قال لك أنت تفكر؟ كلكم عقلكم مو معكم وما حدا بيسمعني أصلا شو بقول. لا خلص بينتزع هون، فوت لجوا وحطهم بالمطبخ يلا. تمام ماما، ليكي رح اتصل بالمدرسة وجيب رقمه. ايه اتصل. من وين جايب هالتليفون؟ هدية من أخي بلال. بلال ربحان ورقة يا نصيب؟ تعرف قديش حقه هالتليفون هاد؟ لا والله ما بعرف. ايه تمام، حاول تعرف وندفع حقه. طبعا يا روحي ادفعي، يعني ماله أخوه ولا أبوه. قلت رح ندفع قدر، يعني رح ندفع. تمام طبعا يا روحي. طبعا طبعا تمام، رح طلع رقم المدرسة من النت وبدق لهم. واحد واطي وصخ. ليك لما ظهر تسجيل الصوت طبعا عرف شو رح يجي على راسه مصايب. وجمرة برافو عليها، ما هيك؟ عملت يلي ما قدرنا نعمله نحنا وعطتها الجرأة لهزال. عن جد برافو عليها. مالي في، بس هالزعران الثلاثة كيف رجعوا أخذوا العلامة التامة؟ كيف؟ معناتها نحن الغلطانين. الأولاد أذكياء وعقلهم شغال ما شاء الله عليهم. كيف يعني؟ أنت عم بتقول هالحكي؟ أنت اللي صدقت أكتر مني إنه سرقوا الأجوبة. خلينا نقول سرقوا مفتاح الأجوبة، بس ليك كنان، بالامتحان الكتابي اللي ساويناه كل الأجوبة مزبوطة وما فيها غلط. لك هدول الأولاد بالزور عم ينجحوا بالمدارس الحكومية بحارتهم، مستحيل يكونوا نجحوا هون لوحدهم. لا أعوذ بالله، ما فتحوا راشيتات ولا شي، وقفنا أنا وكذا أستاذ فوق راسهم. لك يا أخي ما قلت إنهم فتحوا راشيتات، قلت في حدا مساعدهم، لحالهم ما بيقدروا ينجحوا. هلأ شو رح تفرق النتيجة واحدة؟ برأيي أنت كمان ترك الأولاد بحالهم، بعد هلأ لا هن رح يقربوا على أولادنا ولا أولادنا رح يقربوا عليهم. خلص شيلهم من رأسك. لا بحياتي ما حأتركهم. في حدا ساعدهم بس مين بلاقي ببرا. ألو؟ أيوة أنا. مين؟ عن إذنك عفوا داريا؟ لا تواخذيني ما عرفتك. معالي تمام، ما تواخذيني، ما ميزت صوتك لهيك ما عرفتك. أنت لا تواخذني، أنا أخذت الرقم من المدرسة. مبارك علينا كلنا، الأولاد نجحوا بالامتحان بفضلك أنت. لا شو هالحكي، بصراحة أنا ما عملت شي، يعني كله بفضلك أنت، وأنا بتشكرك كتير. أنا بس مشان أتشكرك الليلة كنت حابة أعزمك أنت وعيلتك على العشاء، فإذا ما عندك شي يا ريت تشرفنا اليوم. كلك ذوق، بس يا ريت ما عذبتي حالك، ما كان في داعي أبدا. لا شو هالحكي، يعني ما في عذاب أبدا ونحن بدنا نكافيك، الأولاد حابينك كتير وناطرينك بفارغ الصبر. ليك اسألي جايب مرته معه. طيب ماشي، طالما هيك القصة ما بدنا نزعل الأولاد. ها ايه منيح، حلو حلو. ليك بتمنى تكون بتحب الاستافيت، يعني بحبها كتير. ها ايه منيح كتير. تمام، لكن ناطرينك المساء انت وعيلتك على العشاء. تمام استاذ؟ اكيد منلتي. اوكي بشوفك. حدا مهم؟ صديقة. نروح نعمل لنا قعدة، نشرب لنا شغلة، بكرة عنا في لقاء صحفي وحاسس حالي متوتر شوي. كنت بتمنى بس المساء واعد شخص مهم، بس بكرة أنا معك وين ما بدك منروح، ما في مشكلة. بدك مني شي؟ أنا بدي روح. لا تمام، يلا بشوفك. علي. أي ماما. اتصل بزينة وعرب، نبه عليهم أصحى يتأخروا. تمام تمام، وأنا رح روح أجيب زينة وأجي. إيه تمام. داريا أنا ما قدرت ساعدك، لا تعتبي علي، بس إذا في شي فيني أعمله بساعدك. لا شو هالحكي، أنت لا تاكلي هم، أنا حليت كل شي. منيح، يلا لكان بشوفك المساء. اوكي بشوفك. شوفي جمرة، يا ريت لو ما اجي معك ابدا. شو هالحكي؟ هلا جاكري بيكون قاعد جوا واكيد رح يحكي حكي فاضي ويهاجمني. ما بيحكي شي ولا رح يحكي شي.
أنا جنبك، اعتمدي علي وثقي فيني. اتفقنا؟ ايه بابا. إلقي، فيني اعتمد عليك؟ أكيد يا برو. جاكري رح يبيعنا. بعرف هالشي برو، أنت اليوم قدرت تهديه بس بده يرجع يعملنا نفس الشي بعد كم يوم. بهديك الليلة أنا وأنت ما عملنا شي، وكنا عم نحاول نهدي جاكري مع بعض. برو، ضربنا المسكين بشكل فظيع وأنا هجمت على الصبي. أنا ما شفت هيك شي أبدا. أنا وأنت كنا عم نحاول نمسك جاكري بس فات الأوان من زمان. بارك، أنا ما فيني فوت على السجن، بفضل الموت أحسن لي. ما في دخلة على السجن ابنو، ما حدا رح يدخل السجن. بس إذا في حدا ناوي يرمي حاله بالنار فما رح نكون نحن، تمام؟ لا بابا، شو إلي شغل هنيك أنا؟ لا ما بدي روح لهني. يا ابني الجماعة عزمونا. يعني إذا تصافحنا صاروا رفقاتي؟ يلا ناطريني بدي سكر. مرحبا. شو الأخبار؟ منيحة، وأنتو؟ أهلا وسهلا. ما كفاكي اللي عملتيه بالمدرسة؟ جيتي لهون كمان؟ لو كنت مكانك ما كنت بطلع على الشارع من خجلي. تعرفي شغلي، من الأساس ما لازم تدخلوها لهون، يعني يا ريت تنقلع. من بعد اليوم بارك بيك في أي مشكلة؟ من بعد اليوم بالمدرسة ممنوع تطلع على هازال حتى بالغلط، ورح أعتبر كل كلمة موجهة لهازال موجهة إلي. اتصرفوا على هذا الأساس، تمام؟ خد الشباب لبرا. تركني بطلع لحالي. كتر خيرك بابا، ما حدا غيرك عم يفهمني اصلا. ايه شو مانك ناوي تجي لعنا؟ هاي صار لك شهرين. والله العظيم لحط قفل على بابي بقى، شو بكي؟ ايه دخيلك حطي. بابا اجت ماما، خود مسك حاكيها. فرات، فرات، الو، ما عم بسمعه ابدا. الو، ليش سكرت الخط امي؟ ما سمعته. يلا قومي عنا الشغل، يلا بدنا نروح على الكوافير. وشو بدنا نعمل عند الكوافير؟ بدي يجي استاذك لعند داريا، وبدنا نتشكره للرجال. شو كان اسم الاستاذ وليه؟ اندار ما؟ اندار، وماله مدرس، كوتش. كوتش او غيره، انا كمان سمكة. شو فيها؟ اكيد ما بدنا نطلع على اسمه بالنجوم. حركة النجوم. شو مكان يكون؟ طلعي فيني، وابنه كمان بمدرستكم وعم بتروحوا على نفس الثانوية. خلينا نبين قدامهم مرتبين، ولازم نتشكرهم كمان. أنا مالي رايحة، وأنتي كمان ما في داعي تروحي، وأصلاً ما ضل شي تتشكري عليه. لك شبك داريا حكت لي فايتين على المدرسة بفضله للرجال، هو درسكم للامتحان. قلتلك ما بدي روح. إيه إذا ما بدك تروحي أنا بدي روح، عم تسمعي؟ تمام، أنتي روحي وين ما بدك، أنا مالي رايحة لا لعند علي ولا على هي المدرسة. نعم؟ أصلاً أنتي مالك أكل هم دراستي. على كل حال أنا حكيت مع بابا وهو قال لي شوفي شو المناسب وعملي يا بنتي. قال شوفي شو المناسب وعملي يا بنتي؟ قال هداك شو فهمه؟ واحد أزعر وجاهل كمان. بكرة رح يحاول يزوجك لشوفير كاميون مثله، وبتقعدي مثلي. شوفي الدراسة ما بتقضي على الجهل يا أمي، تمام؟ الأهم من كل هاد إنه نكون بشر، والحمد لله في بحياتي بابا وعم اقدر استشيره بكل شيء واخده قدوه لإلي. لك روحي عيشي معه بالكاميون. بعيش، متعطله عليكي لإلي. روحي روحي، اصلا هو هاد اللي عم يستناه. يا بنت طلعي، نسيتي تليفونك، خدي. بلا عقل، ما بتفهم بالمره.
يسلموا عمو عثمان. ستي نسيانة خيطه. فكان يخيطن. هذا أنا جبت له إياه. ليكن جداد؟ لا ما فيني أخذه. هدول صاروا إلك، لبسك ياهن؟ وقف شوي عمو، شو عم تعمل؟ تعال تعال. تمام عود، أنا بلبسهم لحالي. داريا خانم؟ آسفة رعبتني بس أنا عن جد آسفة كتير، لا تواخذني. على شو بدي واخذك؟ وقعتيها بسببي، أنا آسف بعتذر. لا لا خلص، أنا مدي إيدك بتنجرح. لا لا ما بيصير، أنا لا أوعك جرحتيها، ما هيك شايفة؟ قلت لك خليني أشوفها. لحظة شوي، ورجيني إياها. لا معلش، الجرح غميق. الجرح غميق، إذا ما نظفناه وعقمناه رح يعمل التهابات. عندك بالبيت يود أو غيره؟ يا الله، أي عندي. حطي عليه شوي مشان ما يتجرسم، أوكي؟ أي تمام، في يود بالبيت. سلامتك. تفضل من هون لو سمحت. رح أترك هدول هون. ليش معذب حالك؟ لا شو هالحكي، وجبت هالكتب للولاد من مكتبتي، بتمنى يقروهن. حلو كتير، حلو كتير. أستاذ أوندار كيفك علي؟ منيح وانت؟ منيح شكرا. عمل حالك ما سمعت بنوب. والله ما سمعت. شو صار؟ حادثة بسيطة، ما في شي ما في شي، أمك جرحت إيدها بس. إذا في شوية يود وشوية قطن جيبهم وأنا بحل القصة. تمام. في بخزانة الصيدلية. أستاذ، عم فكر بقصة هاد المدير، عم قول يا ترى هو اللي قتل وفا؟ سؤال غلط، السؤال الأصح هو يا ترى هو السبب بقتله؟ هو اللي خلاه ينتحر؟ وبلكي ما كان انتحار، بلكي قاتلينه. ما بعرف وين صار تفكيرك بهالموضوع، بس إذا كان هيك الشرطة رح تحلها. علي جاوبني بصراحة، تعرف شي نحن ما منعرفه؟ وإذا كنت بتعرف روح وخبر الشرطة فوراً.
خلي الحقيقة تظهر للناس وخلي كل شيء يتوضح، بس حط شغلي براسك منيح، مو انت اللي بدك تحل هذا اللغز، تمام؟ هلا عن جد بدنا نترك المدرسة؟ اجت الفرصة على ايديها. عرب اصلا ما رح تنجح، لشو متشنج هالقد؟ شو بيعرفك زينو؟ يمكن نحن ننجح. لو تجمعنا نحن الاثنين ما منسوى نص وفا بالدراسة، طلع من هالبواب بقى. وعلي؟ علي عقله مثل السم، بس ما بيستعمله بالدراسة. شو عرفك؟ شو عرفك زينو؟ ليش عم تحكي بكل هالثقة؟ بجوز الشاب ينجح. طلع فيني، لا تقعد تنخر براسي وتلعب بعقلي، مو ناقصتك انا. ها بدنا نروح ونبلغ الشرطة عن اللي بنعرفه. مغامرة هي المدرسة انتهت. عرب، زينو، يلا قوموا، الاستاذ قندر ناطرنا. زينو خانم عندها كلام بدها تقول لك اياه، ما هيك؟ احكي. شو بدك تحكي زينو؟ احكي تفضلي. هلا الملف اللي سكروه على انه انتحار نحن رجعنا فتحنا، وبهديك الليله مين ما كان اللي مادد ايده على وفا الشرطه اصلا رح تدور عليه وتلاقيه، ومين متورط ومين مو متورط رح يعرفوا كل شيء، صح ولا لا؟ والرساله اللي اجتك رح نسلمها للشرطه وبنستنى النتيجه منه. والله ماني عرفان يا زينو شو بدي احكي. لنقول انه المدير القاتل لكان اللي بعت لنا الورقه، ليش ما راح وبلغ الشرطه؟ بيكون خاف علي. ومن مين بده يخاف لك زينو؟ بيكون خاف من المدير مو؟ هزال خافت وسكتي، والشخص اللي بعت لنا الورقه خاف وسكت، هالمدير يعني كل هاد قوي؟ شو بيعرفني شو ما كان يكون، وخلي الشرطه تلاقيه وتعرف شو وضعه. اذا لاقوه طبعا. هذا الوسخ عم توصله الاخبار لحظه بلحظه. في لعبه وسخه عم تلعب. ليكو، هالملعوب مو سهل. ونحن لازم نكشفه بإيدينا. شو بدك لسه علي؟ لوين بدك توصل؟ آه؟ شو بدك يصير؟ فهمني. ما عم تفوت براسي لك زينو، ما عم تفوت. يعني معقول قبضوا عليه بهي البساطة؟ لكان الشخص اللي بعت لنا الورقة لشو عذب حاله كل هالقد؟ سرق الأسئلة وبعت لنا إياهن ومعهم الأجوبة كمان. وأكيد الفيديو اللي انبعت هو كمان اللي بعته، يعني هو اللي عمل كل هالشغلات هدول. قلت لكم في ملعوب، ما عم تصدقوني. أنت ما بدك تفهمي يا زينو؟ كلام علي مظبوط. في شي عم يتخطط له، والله في لعبة بالقصة. الملعوب من البداية شغال، وهذا الزلمة عم يدلنا على الطريق، بس نحن لازم نمشي فيه. انتو الاثنين شو بدكم؟ قولوا لي بكل صراحة، انتو غايتكم تكفوا بالمدرسة؟ هذا اللي بدكم توصلوا له؟ شو دخل هاي بهاي؟ نحن عم نعمل كل شي كرمال وفا. منيح، لكن خلوا الشرطة تحل الباقي، نحن مالنا قدها، وخلي القاضي يحل الموضوع، تمام؟ لأنه نحن عملنا يلي علينا وزيادة. شو نعمل؟ انت اللي منترك المدرسة؟ القرار لك. شو ما بتقول انا بنفذ على العميان. يي استاذ، انت عم تعمل السلطة؟ قلت لك بس يجي علي بيعملها. ليش شوفي، ما رح وصخ ايدي، وبعدين انا اصلا متعود، يعني انا بساوي كل شي بالبيت، أنا بنظف وبغسل والكوي علي كمان، مع أنه مالي شاطر كتير بالكوي، بس دبر حالي. لاحظت هالشي. شو بدي أقول، إذا ماله سؤال خاص، مرتك عايشة؟ حياتهم ترزق؟ آخر مرة شفتها فيها كانت عايشة. لا ما فهمت شو. عم بمزح معك، عايشة عايشة، بس نحن منفصلين. لا تواخذني، هو سؤال ماله طعمة أبدا. لا أبدا عادي، حتى لو ما سألتيني كنت رح خبرك، بس انتي سبقتيني. على فكرة خبرت جاكري انه معزومين عندك، بس البيك مشاويره كتيرة وما بيفضى. اي، احترقت ايدك؟ ايه ايه، شو صاير لي اليوم؟ حطي شوية ماء يلا. مدري شو بني،
بس ما تقلق أنا فرانة ما بيصير لي شي متعودة. داريا خانم؟ نعم. في عندك روكا؟ في. اقطف لك من الجنينة بجيب لك فورا يعني. ايه بسرعة. ايه. عفوا بدي اعذب حضرتك. عليك ما في داعي تقلي حضرتك و... وانتي شو بدك تقولي؟ ما في داعي للرسمية. منيح. يا ريت تكفي مشروب بعد الأكل رح تنسد نفسك. أنا هيك منيح. هزال وانتي كمان جيتي؟ ايه. يا بنات تعالوا لعندي. بارك مانا هون؟ قال لي عم يحكي تليفون وجاي. مثل ما قلت لك تصرفي بشكل طبيعي ماما. اوكي. أنا رح غسل إيدي وارجع. شو عملت يا ابني؟ انت عم تتعاطى شي؟ ليك اسمعني منيح، شو حكينا الصبح؟ تمام. ليك انت تعا وبعد الاكل منطلع ماشي؟ نام وارتاح. تمام نام وارتاح وانا رح اجي بكير واخدك. مين هاد جاكري؟ ما دخلك. بتشكرك اللي عملته اليوم كرمالي. اصلا كان واحد غليظ وبعدين بيستاهل اللي صار فيه. شو علاقة المدير؟ وليش ما حدا تاني؟ من غير شي الرجال هربان ومبين بنوب. انت عم تلعبي لعبة جديدة مو؟ لعبة شو هي؟ الكبار كان عم نظف من وراك. بالحقيقة كنت بدي اعطيه اسم حدا تاني بس طلعت من نصيبه. سمعت محامي ابوك عم يحكي بالمدرسة. الرجال سارق مصاري المدرسة وهربان، وأنا بهديك اللحظة خطر ببالي أعطي اسمه. أنت ما قلت شي لأبي مو هيك؟ وبرأيك شكلي قايلت له؟ يا شاطر لو أبوك سمعان شي ما كنت شفتنا نحن الاثنين هون. ايه تمام تمام. أنا رجعتك على الجروب مرة تانية وأنت حاجة تهددي فيني وكل شي مع الوقت رح يرجع طبيعي. برأيي أنا وياك رح يصير عنا شي جديد. شو عم تقولي انتي؟ شبك؟ شو هاد الجديد؟ انت انفصلت عن جمرة. ما تتحمسي على الفاضي، جمرة ما فيها تنفصل عنها. انت هيك مفكر بس هالمرة بظن انتهى كل شيء. ليش جمرة خبرتك بشي يعني؟ ايه قالت لي هالمرة تركي لبارك مختلف عن كل شي مضى وانتهى من جواتي ومن قلبي. انتهى، فهمت؟ والبنت مبينة عم تحكي عن جد بس بتعرف هالشي منيح وإلا كانت رح تفهم شو عملت. شو عم تقولي؟ شو رح تفهم؟ وين راحوا باركو هزال؟ انتو بلشوا رح شوفهم واجي. شو عم تتساخف يا بنت؟ فكرك كنت عم أعمل عرض قدامك؟ بس انت عملت هيك كرمالي، والشاب ما بيعمل هالشي الا مع البنت اللي بيحبها. اطلعي من هالعقلية، هزال انا مو هيك. فيك تنكر قد ما بدك بس الحقيقة واضحة كتير. الكوكب ما عم يبرم حواليك بنوب يا هزال. المهم انا عملت اللي علي، من بعد هلا ما تتوقعي مني شي والا انت الخسرانة. أنا زلت بما فيه الكفاية. يا ترى قدي ممكن لسه أتوجع أكتر؟ ولو ما جمرة ما كان صار فينا ولا شي من هدول. يعني بفضل جمرة أنا اليوم هون واقفة على رجلي. بس إذا عم يصعب عليك تعاملني منيح برأيي لا تحاول أبداً. ماني قدراني أزعل من حدا أو أتضايق ابنه. أكيد رح أفهمه. أنا تحت. شو قلت لك كمان للبنت وزعلتها؟ والله شغلة بتخوف، برأيي ما عمل هيك بس مع هزال. ممكن يكون عاملها مع طالبات تانيات. ما فينا نعرف كل هالتفاصيل. بس بتمنى ما يكون صاير هيك شيء.
وحتى لو صاير نحن ما رح ندرى. بالنتيجة هالولاد أعمارهم منيحة ومع هيك عم يخافوا ويخجلوا من الحكي بهيك أمور. إيه بس يعني المفروض ما يخافوا يحكوا أبداً. يعني لازم إنهم يحكوا. قصدي أقول إنه الولاد لازم يحكوا لأهلهم عن هيك شيء. خلينا نقول ما قدروا يحكوا لأهلهم، لازم يقولوا للآنسات لأصدقائهم ليتربوا. هدول الرجال الوسخين. بالضبط هيك. شوفوا هزال قديش كابتة جواتها وما قدرت تقول أي شيء. هالمسكينة قديش تعذبت نفسيتها. كتر خير الله إنه وفا كان هنيك وتدخل وقال له نحن قلنا لكم وفا شاب أبضاي. ابني كمان أبضاي ضحى بنفسه كرمال يحمي صديقه. هذا اللي صار. بس انتو ما سمحتوا بهيك شيء، برافو عليكم. لو ما كشفتوا تسجيل الصوت يمكن لهلا كان الكل مقتنع انه وفى ورا الموضوع ومذنب. وطبعا بمساعدة جمرة كمان، ما لازم ننساها. كيف؟ ليش عملت جمرة؟ جمرة هي اللي اقنعت هزال تحكي وتبلغ عن اللي صار. بالضبط، ما تركت الموضوع ابدا. ولولاها يمكن كان طول الموضوع كثير وما قدرنا نعرف بأي شيء صار. أساسا حبيتها لهالبنت لأنها جريئة، مو هيك؟ أنت تعرفتي عليها؟ إيه تعرفت عليها، ومو بأي موقف. المعلم عثمان أبوه لوفا، المعلم عثمان بيته كان عم يحترق، فاتت لجوا لتنقذه بدون ما ترفع العين. لا وبعدين؟ أستاذ نحن بدنا نترك المدرسة. عفوا؟ كيف؟ تفضل علي احكي. ما بعرف شو بدي أحكي. نحن غايتنا كانت أنه ننظف سمعة وفاة ونعرف سبب الموت. أنتوا عم تتمسخروا علينا كأنه؟ كيف جبتوا الأسئلة أصلاً؟ هالموضوع مجهول. لنقول إنكم جبتوهم وما بعرف كيف ومن وين، وهالرجال درسكم وخاطر بنفسه كرمالكم. أنتوا ما بتخجلوا تقولوا بيوشوا أنه ما عاد بدكم؟ أستاذ نحن ما فينا نكافيك، بس ما عاد فينا نكمل. ما فيكن تكملوا ما؟ حلو، يعني بعد ما قطعتوا المحيط حابين تغرقوا بشربة مي، ما هيك؟ كل شي عملناه مشان نبري وفا أستاذ. تمام، ليكن عملتوها، عملتوا شي منيح كرمال وفا، وهلأ بدكن تعملوا شي تاني كرمال وفا كمان. رح تبقوا بهي المدرسة ورح تكملوا دراستكن. أستاذ حتى لو كملنا شو الفايدة؟ عم نروح الصبح الأستاذ عم يقول صباح الخير، ما عم نفهم غيره، والباقي كله كأنه عم يحكي صيني، عم يروح من عندك. لأنك محاطط عالك براسك، لأنك ما عم تدرس. ما تخلوني عصب هيك، ما بيصير. خلص فتوا على المدرسة، على القليلة جربوا درسوا الفصل الأول وبعدين خدوا قراركم. أستاذ نحن أخذنا القرار ومنتشكرك على مساعدتك وعلى اللي عملته معنا. ما بيصير، ما بقبل. أستاذ ما تصر ولا تعب حالك ولا تعبنا معك، الله يوفقك. عن إذنك خالتي داريا. أنتوا لوين رايحين؟ نحن إذا ضلينا رح يطول الموضوع أكتر وما رح تتغيرنا. علي مالكن رايحين على مطرح، ليك عيب كتير. علي علي تعال هون. علي لك ما عندكن احترام لأستاذكن، تعوا لهون لشوف. علي ما تواخذني بترجاك، عن جد أنا مصدومة، ما عم بفهمون لهالولاد، ما عم بفهم شو عم يفكروا. ما رح واخذك على شي، بس في أمور ما بتصير بالغصب. كان لازم نعمل هيك مع الأستاذ. ما بيطلع بإيدنا شي. يلا أنا رايح بشوفكم. نعم؟ لوين رايح؟ عندي شغلة صغيرة. شو هالشغلة بقى؟ رايح بدي سلم أمانة لحدا، تمام؟ وبكرة بنرجع منسجل بالمدرسة القديمة الصبح، بمرق وباخدكم. يلا سلام. امشي يلا.
علي؟ مساء الخير. انت شو عم تعمل هون؟ كيف كان العشاء؟ ظريف؟ انقلع وروح من بيتي. ليش ما عزمتوني؟ انت مريض شي؟ انقلع روح من بيتي، ما تختبر صبري. بتضلك معصبة، هو معك حق، بس مرق وقت طويل كتير، لو تتحكمي شوي بأعصابك. مالي حاسة تجاهك لا بغضب ولا بشعور تاني، انت ولا شي بالنسبة إلي. مالي أي خاطر عندك؟ لك أي خاطر هاد؟ عن أي خاطر عم تحكي بعد اللي عملته؟ أي خاطر احكي؟ واحد حقير وواطي، واحد كذاب مثلك، ما ضلله عندي لا خاطر ولا شي. سقفك بحياتي واحد خاين، وهالقصة ما رح اتذكرها بعد هلأ، والحمد لله ما عندي عادة انه اكتب القديم واتذكره. لكن رح نسكر على الدفاتر القديمة كلها، بيكون احسن. بس انقلع. فيني اسألك سؤال واحد؟ ولك قلت لك انقلع من خلقتي. سؤال واحد مو اكتر واحد. شو علاقتك بأوندار؟ لك عم قلك امشي من هون. طيب بروي بروي بروي. طلعت ليكي شو عملت. ليلتك سعيدة. حقرك. ايش تقوم؟ قوم 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 يلا بسرعة بسرعة. شو عم بيصير؟ عم قلك ايش البنت، يلا قوم انقلع يلا. لك مين هذا اللي اجاه؟ شو بكي واقفي؟ شو صار لك؟ ماما شو عم تعمل؟ افتحي الباب رح كسره. يا الله رحنا فيها رحنا فيها. تمام وقفي بسرعة شوي. أوام نط يلا. تعال بوسك. حاكيني بكرة. يلا روح. أوف ماما. زينو زينو في حرام الحي. زينو وقف. آه يا جيران آه، لحقوني في حرامي في حرامي. لك وقف. لحقوني بسرعة يا جيران، في حرامي سرق لي قلبي. زينو عرب ركض، هاد حرامي نطه. ولك يا عديم الشرف، انا بورجيك يا ابن الحرام. ركض ركض عرب، لا تخليني تعال هون. ركض بدك تهرب يعني؟ تعال هون ولك. ولك تعال هون. استنى شوف. استنى بلال. أخي سنان أنا وفا. أنت متت مو؟ أنت متت؟ أنت يلي قتلتني. أنا بريء وما صدقتوني. أنت يلي قتلتني. أنت ضربتني وقتلتني. روح. روح 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 روح. أوندار انت استنى. أوندار كنان انت منيح؟
صاير شي؟ شو جابك بهالوقت؟ لا ما في شي، بس كيف كانت ليلتك انت؟ منيحة، ليش؟ شو غايتك؟ ها؟ يعني شو عم بتحاول تعمل؟ شو غايتك؟ كنان انت متقل بالمشروب، فيك تجاوبني على سؤالي؟ انه ليش عم بتحاول تحمي هالولاد أوندار؟ اعطيني جواب واحد، يعني ليش؟ شو يلي صاير؟ اي حماية كنان، انت سكران وبس تصحى منحكي. ما تفوت المواضيع ببعضها، سألتك سؤال. شوف، انا اخذت السجلات، عناوين الطلاب وداريا الخانم، انا رحت عندها منحكي بموضوع الولاد. واخ شو بشوف هني؟ سيارة أوندار هنيك، وبعدين بشوف أوندار وداريا، إنه يعني هيك عادي عم يحكوا مع بعض وفاتوا بالجو، وبعدها فتوا لجوا. وهلا أنا عم بسألك، بالوقت اللي كنت مقتنع فيه أكتر مني إنه الأولاد سارقين الأجوبة، شو صار لحتى انت يعني شو اللي تغير وشو سبب هالتقرب بيناتكم؟ كنان في مجال نحكي بهالامور بس تصحى؟ لانه ليك انا بدي اقول لك انه انا نحن حاليا ما عم نحكي، انت عم ترمي تهم يمين ويسار. لا انا عم بسال سؤال. انت جيت مع متين ما هيك؟ متين سالتك سؤال، اترك متين خلف المتين. تعال تعال، روح 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 انت، روح لا تجي. متين واضح انه كنان بيك تعبان، جاوبني على سؤالي قبل ما تنده. جمرة، أنا تحت بيتك، فيكي تيجي نحكي دقيقتين؟ علي أنت شو عم تعمل؟ هاد موقعتي لما بدلتي ثيابك بغرفتي، كنت بدي أعطيك إياه بالمدرسة بس كنا متوترين وأنا نسيت. ما انتبهت له، كنت أخذته بكرة بالمدرسة. ماني جاي بكرة، الأصح ما عاد إجي. ليش؟ شو صار؟ جيت على المدرسة لنظف اسم وفا، وكانت غايتنا أنه نلاقي القاتل، وطالما انحلت ما في داعي أنه ضل. جيت لحتى أتشكرك وأعتذر منك كمان. هذا بارك، صوت سيارة بارك. يا الله وقف، ما تخليه يشوفك. ايو خليه يشوفني، شو بده يساوي يعني؟ ما بدي نعمل مشكلة هلا. ويسترجي يعمل شي لورجي مين. بلا سخافة علي، ماما جوا لو سمحت ما تكبر القصة. تمام تمام اهدي. في شي عندكم باب خلفي؟ لا بس فوت لجوا. وامك؟ بتكون نايمة، انت فوت لجوا. فوتي لجوا لنا. وقف لوين؟ ما بدي اياك تفوت لجوا. انا بدي احكي. بس انا ما بدي. جمرة لو سمحتي خلينا ندخل لجوا خمس دقايق ونحكي. احكي الشي اللي عندك يا هون. تمام تمام، فهميني شو حكيتي لهزال عنا هالمرة. بدي اسمع منك كل شي. بارك لو سمحت تركني بحالي بقى وطلع من بيتي، اذا بتريد اطلع. اذا ما طلعت بارك شو بيصير؟ بارك طلع من بيتي، واذا ما بتطلع من بيتي رح لم عليك الناس. مو مشكلة جمرة، انتي ما كنتي هيك. انا هيك كنت تماما، بس انت ما عرفتني لهلا، وبعد هلا مستحيل تتعرف علي. وهلا احمل حالك وامشي. تمام بكره منشوف. Thank you.
وقف وقف استنى شو بدك نسينا ناخذ رقم سري يلا يلا بسرعه يلا مشي حالي راح انا حليتها مع بارك خلص ما عاد في خطوره الخطورة دائما جنبنا ولحد هون وخلصت اللعبه